رز نقعناه، يستحسن ان احنا في الوصفه دي ننقعه ما نسلقوش، لان انا قلت لكم قبل كده في وصفات بنسلق فيها الرز البسمتي وفي وصفات بننقع فيها الرز البسمتي. فاحنا كده نقعناه، نسيبه يتنقع قد ايه؟ 10 دقائق. وبعدين مقادير الرز البسمتي اللي هنعمله النهارده، ده رز بسمتي احمر، هيكون طبعا الرز البسمتي احنا بنقول عليه احمر عشان هنعمله بصوص محمر شويه، لكن هو رز بسمتي ابيض عادي. تقدروا تستخدموا طبعا الاصفر او الجاسمين، مفيش مشكله، من اي نوع رز انتوا بتحبوه. عايزه بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، 2 فلفل رومي مفروم، معلقه كبيره فلفل حراق، جزره مبشوره، طماطم مبشوره، معلقه كبيره من الصلصه، عايزه مرقه دجاج اذا بتستخدموها او اذا عندكم ستوك، يعني مرقه فراخ فريش موجوده ممكن نستخدمها برضو. محتاجه بهارات كبسه، تقدروا تستخدموا بهارات الكبسه او بهارات البرياني او الجراماسالا، اي خلطه بهارات تكونوا انتوا بتحبوها ويكون طعمها لايق على الطعم الشرقي، يعني مش مثلا خلطه البهارات الايطاليه، لا عايزه حاجه يكون طعمها شرقي شويه. وملح وفلفل اسود. نبتدي ناخد الحله نحطها على النار علشان تسخن. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ كنت عايزه سمنه، ممكن احط بس شويه زيت كده على ما يجيبوا لي معلقه سمنه، لانه يستحسن نستخدم سمنه مع الرز ده، طعمها هيفرق جدا. ممكن بالزيت؟ اه طبعا. الرز البسمتي دايما بنقول انه بياخد ماده دهنيه اكتر، بياخد ميه اكتر. في حاله ان انا نقعت الرز البسمتي بياخد كميه ميه اقل شويه من الميه اللي انا متعوده احطها. كوبايه الرز البسمتي بتاخد قد ايه ميه؟ بتاخد كوبايه ونص من الميه، يعني لو عيرت كده كوبايه الرز البسمتي تاخد كوبايه ونص ميه مغليه. لو انا نقعت الرز 10 دقائق بتاخد مني كوبايه وربع، ولو نقعته تلت ساعة ممكن تاخد مني أقل شوية من الربع. فهو النقع بيفرق جدا في التسوية وفي الطراوة، وما بيخليهوش ناشف، بيفرق قوي 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 في التسوية. لو بنعمله بقى رز بسمتي أبيض مع المية، حطي معلقة خل، بيطلع بقى ناصع البياض كده وفلافي وخفيف، حلو جدا جدا. تعالوا، هي ايه يعني سخنت شويه، هنحط السمنه لما تيجي، يكون البصله دبلت شويه مع شويه الزيت اللي حطيناهم عشان نكسب وقت. الحله سخنه والزيت سخن، فيا دوب هنحط السمنه على طول. وادي السمنه، ممكن جدا ابقى بعمل رز عادي وليه طعم، يعني هو المفروض ان دول شويه رز كده احنا عاملينهم جنب الفراخ المشويه اللي احنا هنعملها. ممكن اعمل رز اصفر بشويه كركم، وممكن الرز يبقى متحبش زي اللي احنا بنعمله ده، فيبقى ليه نكهه كانه انا باكل كبسه وكانها بقى يعني متكلفه وكده، وهي ما فيهاش حاجه، شويه خضار، بصلايه، فصين الثوم، شويه البهارات اللي حطيتهم، ادوني نكهه الكبسه وطعم الكبسه، وتلاقي الرز نفسه بقى في حته تانية. البصلايه محتاجه انها تدبل، ونقوا بصلايه كبيره كده عشان تدي طعم حلو. مش عايزاها تغمق قوي، بس عايزاها تدبل. حط الفلفل مع البصل، فلفل بيستحمل شوية، ما بيوقفش طهي البصل. لو حطينا طماطم طبعا على طول بتنزل ميتها، وتلاقي ايه البصلاية مش هتكمل معايا طبخ او دبلان. فحطينا الفلفل، هحط بقى التوم دلوقتي، حط الفلفل الحامي، هحط المرقة، مكعب من المرقة،
واطمن كده انه داب كويس. بعد كده هنزل بخلطة البهارات اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي خلطة الكبسة، بهارات الكبسة زي ما احنا شايفين كده. نكهة بقى مش قادرة اقولكوا حلوة ازاي، ايا كانت النكهة اللي هتحطوها هتدي طعم حلو قوي للرزاية اللي احنا بنعملها دلوقتي. وبعدين اعمل ايه؟ اقوم نازلة بالرز. عايزين مصفى. دي المصفى. لقيتها خلاص. نصفي الرز من المية كويس. ناخده بقى معانا هنا. كل النكهات اللي موجودة في الحلة دلوقتي جاهزة بقى ان احنا ننزل عليها بالرز فتلقط معانا الطعم. نقلب. الرز ده لو عملناه تحت مثلا عامله فخده في الفرن، مسويه اي لحمه موزه في الفرن وهتحطيه عليها هيبقى طعمها حلو قوي. ليبه محترمه كده لحد ما نطمن ان الرز ما بقاش فيه شويه الميه اللي نزلوا معاه دول. وبعدين هنزل بالجزر والطماطم والصلصه واجهز الميه المغليه عشان تنزل حالا. نقلب بس كله كده مع بعضه. ننزل بالميه المغليه. حاضر. زي ما احنا شايفين كده بالميه تغطي الرز. حاطين خضار، فالخضار هينزل ميه لسه، الجزر هينزل ميه، الفلفل، فمش عايزه ازود في الميه قوي. هنبص عليه كمان شويه لو احتاج فنجان ميه هيبقى تمام. كده حطينا الملح والفلفل وحطينا الخضار اللي هو الجزر الجزر الطماطم الصلصه اخر حاجه خالص، وكده جاهز لان هو يستوي. فنغطي عليه لمده تلت ساعه، مش هنفتح خالص. لو انت غطى الحله شفاف هنبص كده بعد دقيقتين هنلاقيه اتشرب شويه، نوطي وعادي جدا زيه وزي اي رز. كمان تلت ساعه نفتح نديله تقليبه ونشوف ايه الاخبار. الفراخ المشويه في الطاسه النهارده هنعملها بوراك الفراخ مش بالصدور. طبعا التتبيله تمشي عادي جدا، اذا حابين تعملوها صدور شيش طاووق زي ما تحبوا، بس هي الفكره في ان احنا الجديد ان احنا نشوي الوراك المخليه زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم مقادير الوصفه دلوقتي حالا ونبتدي بقى نتبلها. الوراك بتتبل اسرع، لذيذه قوي بقى، يعني ما بتاخدش وقت خالص. انا كده كده دايما اقول لكم ما بحبش اتبل الفراخ بزياده، بتدخل في مرحله من مراحل السوى بتهريلي الفراخ، حته الفرخه بتبقى مهريه، فكل ما تتبل اكتر مش احلى. الفراخ ما تتبلش كتير، الفراخ ما تتبلش من قبل بليله كتير قوي عليها، ده يستحسن ان احنا من ساعتين لتلاتة أربعة تمام، يعني كل ده اوكي. ممكن توصل لإحنا لو تبلناها ساعة تبقى زي الفل برضو، فهي ما بتاخدش وقت خالص في التتبيل، وبيبقى طعمها مظبوط أكتر لما بتتبل أقل مش أكتر. التتبيلة الزيادة أو الليمون الزيادة أو الخل الزيادة، كل الحاجات دي ممكن تخليها طعمها ما يبقاش حلو مع القعدة في التتبيلة الكتير.
الفراخ اللي بالعظم دايما بتاخد وقت اطول، طبعا مفيش مشكله. اللي بنتبلها كتير هي الفراخ الفرايد تشيكن، دي بتتبل لو اتبلت من قبل بليله بيبقى ممتاز جدا، لانها بعظمها وانا محتاجاها تتشرب ومحتاجاها تدخل في مرحله السوى اللي بقول لكم عليها دي، اللي هي اصلا تستوي شويه في التتبيله، فانا عشان كده محتاجاها تستوي وتشرب عشان لما تنزل في الزيت ما تطلعليش نيه. فبفتح لها، بتبلها كتير، بحط لها اللبن الرايب، دي ليها قصة تانية خالص. ولكن المشوية عشان اخد الطعم المظبوط هو كفاية عليها قوي ساعة اتنين تلاتة اربعة ماكسيمم. يلا بينا نقول المقادير بتاعتنا. انا عندي هنا خمس اوراك من الفراخ، شايلة الجلد وشايلة العظم، طبعا مخلية خالص من العظم، اذا عايزين تسيبوا الجلد مفيش مشكلة. عصير ليمونة، معلقة كبيرة عسل ابيض، معلقتين مستردة، عندي زبدة دي هشوح بيها، زعتر جاف، بابريكا وملح وفلفل اسود. مفيش اسهل من كده. النكهة اللي عندي هنا موجودة في ايه؟ العسل، المستردة، الزعتر، تتبيلة بسيطة ومش معقدة. ناخد بقى الفراخ بتاعتنا، نحاول ان احنا ندق حتة الفرخة كويس، يعني لما تبقى كده احنا بالمدق اللي عندنا في البيت بالشاكوش الهامر ده بتاع المطبخ اللي بندق بيه البوفتيك، ندقها دقتين ثلاثة بحيث تفرد معانا والنسيج كده ايه يبقى مفرود. ناخدها بقى كده ايه ونتبلها التتبيلة الحلوة بتاعتنا. ناخد اول حاجة، حب الفلفل الاسود انا زي عينيا كده، نحط الملح، هحط المستردة، عايزة انزل كل المستردة معلش، نحط عصير الليمون، العسل بقى عشان حاطين مستردة فهيفرق ايه في الطعم جدا. عايزين تزودوا عصير اناناس، عصير برتقال، مفيش مشكلة. وادي البابريكا اللي بتدي لون وطعم طبعا، بس اللون اكتر بتدي لون حلو قوي. وادي الزعتر اللي هو برضو نكهة اساسية معايا. ممكن احط في التتبيلة نفسها شوية زيت زيتون كده، وانا بتبل هيبقوا لذيذ برضو. ونعمل كده، بصوا بقى خدت لون كأننا حاطين مثلا صلصة، كأننا حاطين باربيكيو صوص، كأننا حاطين كاتشب، ولكن احنا ما حطيناش ده، حطينا مستردة، حطينا شوية زيت الزيتون وملح وفلفل، ليمون، بابريكا، والزعتر هو النكهة الأساسية عندي. الفراخ بقى دي لو العسل طبعا ما تنسوش العسل والليمون، دول ميكس مع بعض كده لون وطعم خطير. بصوا حتة الفراخ كده نشربها ونعمل لها مساج علشان ايه تتبل كويس من كل النواحي. طبعا انا ما عنديش وقت ان انا اتبل حتى ساعة ربع ساعة، ما عنديش وقت لده. انتي لو تبلتيها ساعة هتطلع منك تحفة. حلو الكلام، حلو جدا. ناخد بقى طاسة بتاعتنا تكون نان ستيك او اللي هي ما بتلزقش، سهل ان احنا نتعامل معاها عشان ما تلزق لناش الفراخ، لان الفراخ عندنا من غير جلد فهتعمل مشكلة. الزبدة بالنسبة لي مهمة جدا، فهحط زبدة وزيت في الطاسة عشان اشوي بيهم. عايزة اوطي على الرز كمان ايه سنة كمان كده بسيطة. الزبدة في الشوي تحفة. الطاسة تسخن كويس، نعلي العين عشان العين كانت واطية شوية. الطاسة تسخن كويس، ناخد بالنا دايما واحنا بنشوي على طاسة
انه الطاسه ما تبقاش صغيره فاحط فيها 3 4 حتت فراخ مره واحده، لا انا بنزل واحده واحده واحده، احس ان تمام الطاسه رجعت تاني وقامت اقوم منزله التانيه، بس طبعا ما تبقاش استوت، يعني ما نحطش ني ومستوي مع بعض لان ده مش صحي تماما، انا لازم احطهم نيين ويستووا مع بعض. والحركه بتاعت انه حابه استووا فاقوم رمياهم كده على جنب حطاهم كده ركناهم واحط ني، ده غلط جدا، ما تعملوش الحركه دي، مضره جدا جدا، ما ينفعش نحط ني ومستوي مع بعض. فالطاسه يا دوب اول ما تقوم وقبل ما اقلب هتكون تمام سخنت ورجعت تاني سخنه زي الاول، اقوم حاطه اللي بعدها. والطاسه بتاعتك هتاخد من 2 ل3 قطع على حسب حجم الطاسه، فما تكتريش قوي عشان نشوي صح ونطلع حته الفراخ مستويه مظبوط. طيب نحط واحده، يلا بينا. هنحط بقى قطعه فراخ، الطاسه هي سخنت، الزبده ساحت وكله تمام، هنزل بيها على وشها كده كده اهو، وهبتدي اسوي على الطاسة. ولو عايزين طبعا تدخلوا فرن بعد شوية مفيش مشكلة، بس انا هكمل السوا في الطاسة. وبصوا الفراخ شفتوا عاملة ازاي، انا اشتغلت في طاسة تانية علشان ما احطش كله مع بعضه، ففي طاسة شوحت فيها الاتنين دول كده، وطاسة اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض شوحت فيها التلاتة دول. بصوا بقى ابتدت الفراخ تستوي وتاخد لون تحفة ازاي، حلوة بشكل مش عادي. ولكن في الاول بنعمل ايه؟ في الاول بتبقى النار عاليه لحد ما تبتدي الفراخ تاخد لون من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن كل حته، واحس انها دخلت في السوى، وبعدين اقوم مهديه النار بقى للنص، تفضل زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ عشان اطمن انها استوت كويس قوي، الفراخ لازم تبقى مستويه كويس جدا. فعلى نار هاديه ابتدي بقى ايه؟ اسيبها تاخد لون وتتشوح كويس زي ما احنا شايفين كده، استوت وبقت فلة. هسيبها برضو اطمن كده ان هي استوت وبقت تمام على النار الهادية، ولا محتاجة فرن ولا اي حاجة، وتشوت وطعمها وريحتها تحفة تحفة. بصوا الرز بقى وحلاوته وجماله وشياكته والوانه، بصوا الجزر مع لون الرز وفلفلة الرز تحفه. اوكي تقليبه بسيطه بالشوكه كده، ونسيبه يكمل على البخار لحد ما نيجي نقدم كله على بعضه، مش هنحط ميه ولا اي حاجه، كله على نار هاديه باللون اللي انا عايزاه، وبعدين هنصفيها خالص من الحركات اللي هي فيها دي، زبده طبعا يامي. بص الرزاية مفلفلة ازاي، تحفة، ريحة خطيرة. الرز ده بقى جنب كفتة، جنب اي حاجة مشوية، جنب صدور فراخ مشوية، جنب شيش طاووق، زي ما احنا عاملين كده الوراك بتاعت النهاردة. هزينه بالشبت، وده عشان يديله طعم مش تزيين بصراحة، يعني طعم الشبت مع الرزاية دي بيطلع خطير. ناخد مثلا قطعتين من الفراخ نحطهم كده على الوش، نصفي كويس قوي من الزيت او من الزبده. يعني الكرمله والشكل اللي هو كانها مشويه ده مع من ايه، من العسل والليمون والزبده، بصوا الحلاوة. وكل ما قعدوا بقى في الصوص الزبدة ده كل ما أخدوا
يعني شكل وطعم رهيب ولون. ادي الشبت، انا بحب الشبت جدا. ريحة الشبت بقى والرز سخن خطيرة. ادي الرز والفراخ اتقدموا بالشكل اللذيذ ده، يلا بينا نحطهم الناحية دي وناخد بقية الفراخ نحط لها برضو شوية شبت كده هنا كده. واي حاجه خضره تانيه وننزلهم عليها. يومي يومي. عايزه اقول لكم استوت واتهرت الوراك، لذيذه قوي بقى في الحركه دي، استوي بسرعه جدا. ننظف الطبق من نقط الزبدة بس كده.